يعد تانو أقدم محل أقمشة في مدينة الحسكة، ويعود تأسيسه لعام 1941 ويحمل سجل تجاري على مستوى سوريا. المحل إضافة لكونه مخصص لبيع الأقمشة يعتبر محطة يستريح بها الزبائن القادمون من الريف ليطلعوا على كافة الأخبار الاجتماعية والسياسية بالمدينة. بدأ الوالد في التجارة في الأقمشة، بلش في تجارة الأقمشة عام 1941، وكانت المحلات كلها من اللبن، نسميه كربيش نحن، من اللبن، والعمل متعب كتير، كان في جلب البضاعة من حلب والشام، وما كان في مراكز شحن مثل هلا، كان كتير كتير متعب، كان يسافرون لحلب في صهاريج المازوت، ما كان في لا باصات ولا كان في شيء، ويرجعون كمان معن، أيمة تجين دور تجيبوا مازوت يرجعون معن، وأغلب السائقين كانوا من الأرمن. المحل بالنسبة لفيكتور تانو الذي ترعرع في المحل مع أبيه تاريخ استطاعوا المحافظة عليه وعلى اسمه الذي أصبح عنوانا داخل المحافظة وخارجها، ورغم الأحداث التي مرت على بلدنا الحبيب. يعني اللي كان يجي للمحل يجي من بيته يقصد المحل، ما له غير شغل بالسوق مثلا، وإذا أول غير شغل كمان بالسوق يخلصه ويمشي يعني. وبعدين الزبائن اللي نعرفهم الزيادة كانوا يقعدون يتسلوا بالمحل، يتسلون يعني، ما كان في مثل هلا دقيقتين ثلاثة وخمسة وكذا ويمشوا، ما في، كانوا يجون يقعدون يتسلون يتسامرون بالمحل ويحكون على الزراعة، يحكون على التجارة، يحكون على العمل، يحكون. أقمشة كان يجينا من برا، من إنجلترا سابقا، إنجلترا من إنجلترا يعني، ومن اليابان ومن كوريا، وعندنا الصناعة السورية جيدة كتير كتير، كان يطلع عندنا الديولين وأجواخ ذياب، كان الظاهر الإنجليزية السيكونين تبع الدولة، شركة الدولة، وجوخ ذياب كان يظاهر الشركات الأجنبية. مرت الأزمة هاي واللي خلاني شي صامد، تشبتي بالأرض، ما حبيت أطلع لبرا، ما حبيت أطلع لبرا، وسعري بسعر العالم الموجودة كلياتها، يعني ما حبيت أطلع أبدا، يعني محبتي لوطني ولأرضي ما حبيت أطلع لبرا. تحدث بعض الزبائن الذين يرتادون المحل منذ أكثر من 70 عاما وإلى الآن أن هذا المكان ذكرى تبقى موجودة فينا، فكان الجامع لأبناء المحافظة بالإضافة لأسعاره الجيدة وتوفير كل الاحتياجات للمواطنين من الأقمشة رغم تنوع الأذواق واختلاف الأزياء في الحسكة. احنا نعرفه سنة اللي دخلنا الحسكة بال64 وما زلنا نتردد على المحل لحد الآن. أنا عمري 13 سنة وساع عمري 80 أتردد على هالمحل، كان والدي وعمامي والزوبع كل ياسم مترددون على أبو بكتور عبد الكريم تانا والله يرحمه.